الجواب هذا السؤال جاوبت عليه دابا شي 10 مرات ياك. على كل حال انا استاذ محمد بن مالك محامي ديال السيد محامي من ضمن المحامين ديال السيد حداوي محمد. الجلسه الان تاخرت لاعداد الدفاع لان المتهم الاخر قرر انه يكلف محامي باش يدافع عليه بالاضافه للمحامي اللي عنده. دونك المحكمه اخرت لان حق الدفاع هو حق مقدس ما كنناقشوش وتاخر الملف. دونك بالمناسبه ديال تاخير الملف تقدمنا الملتمس ديال الصراحه الموقت باش مره اخرى ذكرنا المحكمه بان راه مبررات الاعتقال الاحتياطي ديال السي الحداوي غير متوفره. بينا بان راه الضمانات عند السي الحداوي كاينه لان السي الحداوي نائب برلماني، السي الحداوي رجل اعمال، السي الحداوي رب اسره، السي الحداوي عنده عمل قار، السي الحداوي نائب برلماني، السي الحداوي فاعل جمعوي، فهمتي داك الشيء كلشي بينا المحكمه وبينا على ان حتى الافعال اللي متابعه من اجل السي الحداوي ما كايناش اصلا، ما كاينش شي فعل جرمي. والجديد هو اننا قلنا للمحكمه راه بان السي الحداوي مستعد يحط كفاله ماليه من اجل تمتيعه بالصراحه الموقت. حنا كنتسناو المحكمه اخر جلسه. انا تنشوف على ان السي الحداوي ما خصوش يكون الان راه الاعتقال الاحتياطي مع الاسف فهمتي. وداكشي علاش ما كناش حنا متفقينش على هذا القرار لانه هو قرار ما كي اولا ما عندوش مبرر قانوني، ثانيا شنو الفائده ان الحداوي يكون في السجن؟ الحداوي يكون في السجن ما كاينش شي فائده، ما كايناش، علما بان دابا الان كنشوفوا الظاهره ديال اكتظاظ ديال السجون، وشفتوا دابا المندوبيه خرجت بواحد البلاغ. على كل حال دونك بحال دابا اشخاص بحال هكا يبقاو في برا كان احسن، السجون ما غاديش تكتظ والمجتمع ما غاديش يتضر الى كانوا على برا. معلوم ضمانات الحضور كثيره بزاف، ما تنبقاو نقدموا حنا الدفاع هو هذا، الدفاع ديما كتبقى ما كت حنا اللي عندنا في هذه المهنه اننا ما كنيأسوش، كنبقاو كاين الاصرار. حنا للامانه انا كدفاع ما كنشوفش كيفاش يمكن السي الحداوي يمكن توقع الادانه ديالو. انا كدفاع زعما كدفاع كرجل قانون صعيب عليا باش نتصور على ان السي الحداوي يمكن تتم الادانه ديالو ويتحاكم ويتحكم من اجل ارتكاب الجنحه ديال محاوله النصب. ما كان صعيب باش نتخيل هذه القضيه، ما كنقدرش نتخيل. على كل حال الحاله النفسيه متدمره لان كما قلت صعيب باش المواطن يحس بالحقره في بلاده. الراجل تيحس بالحقره لان كيلقى راسو بانه في السجن ما دار والو، في السجن لا ما عنده حتى شي ذنب في السجن، وعنده باش عنده وماشي شي واحد هارب ماشي مستعد، ولهذا صعيب. والحاله ديالو متدمره والمصالح ديالو الماليه ديال الشركه ديالو هي عرضه دابا للضياع. دونك يقدر الحداوي الى تعطل غادي يخرج غادي يلقى الشركه ديالو عندها مشاكل ماليه عويصه.